شاهين، يلا اسأل ضيوفنا لشوف كيف بيحبوا القهوة تبعهم. ما بدها سؤال يا حقيبك. إيه ما بدها. إيه أنت شو مفكر حالك عم تعمل؟ هلأ بتقول لرجالك يوصلوني على بيتي بهالدقيقة بسرعة؟ الظاهر إنه دللناكي زيادة عن اللزوم هبة خانم. كلامك هون ما بيمشي علي، اللي بحكيه بتساويه فورا. ليك مياس، اسمع، هالحركات ما بتمشي معي أنا. خلينا نروح لمحل ونقعد نتفاهم ومنحكي أنا وياك، ماشي؟ شو رأيك؟ وليش بقى؟ ليش شبه البيت هون؟ آه؟ بعدين أنا مرتاح كتير. أنا وياك مشينا بطريق، وهالطريق هاد ما فيه رجعة بنوب، فهمتي الكلام؟ هبة اهدي شوي، رح نبقى بهالبيت ودايما رح نكون مع بعضنا. أنا ماني مثل هالأزعر سعيد برميكي وما بسأل عليكي، ماشي؟ هبة لا تخافي مني، أنا وإنتي رح نتزوج، صدقيني. صاك صاك تلمسني عمل لك، تركني. مو على كيفك، أنا اللي بقرر. اوعك تقرب علي، اوعك. سعيد بيك، أنا والله ماني عارفان كيف بدي إلك القصة. هبة خانم. شبه هبة أحكي. مياس بيك ضحك عليها وأخدها وحبسها ببيت، وأنا احترت شو بدي أعمل، لأنه إذا عرف أبوه ما بيقول ابني دغري بأوسه. والله أنا خايف عليه. رح أسألك سؤالين هلأ، الأول وين هذا البيت، أما الثاني أنت شو مشكلتك؟ ها ليش لحتى تيجي تحكي لي هذا الحكي؟ جواب سؤالك الأول مكتوب بهي الورقة، ومشان ما ضيعوا رسمت لك المكان كمان. وجواب السؤال الثاني، أنا لو كنت مكانك بروح بساعد حبيبتي أحسن ما ضيع وقتي بهالأسئلة، لأنه هداك مختل وممكن إنه يأذيها. صدقني يا بيك أنا بعرفه كتير منيح. انت هلأ رح تقتل مياس بيك وحقي بيك بيقتلك إلك، وهيك منخلص من الاثنين. الله معك سعيد بيك، رح نشتاق لك كتير. هيك أحسن؟
شو عم يصير هون؟ سعيد بيك طلبوا مني وقف برا، ممنوع انك تفوت. ليش؟ مين في بالبيت؟ مياس بيك، كمان في عنده وحده ضيفه جوا. انت بتعرف يا علي طريق مين عم تقطع؟ ما فيني خالف اوامر البيك. اسمع، اذا الست اللي جوا انخدشت خدش صغير ما رح يضل حدا من عيلتك حتى يجي يحضر جنازتك، عم تفهم؟ افتح الباب. سعيد! 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 انت اللي ضربتي؟ كلب، لانه واحد كلب. انا ضربته على راسه بهذا موية. ليش عم تحرك؟ خلص. علي! مصطفى! تعالوا بسرعة! مياس بيك! هس هس هس! فوراً خدوا إسعاف على المشفى! يلا! لك يلا بسرعة بسرعة!